اهلا باصحاب رحلتنا السعيده، واهلا باصحابي اللي معايا النهارده، وحكايه جديده من حكايات ماما سميحه. حكايتنا النهارده يا اصحابي نصها في البحر ونصها في السماء. ازاي حكايه يبقى نصها في البحر ونصها في السماء؟ لما نعرف اسمها هنستغرب. حكايتنا اسمها لؤلؤه في السماء. احنا عارفين اللؤلؤ موجود فين؟ في البحر. وهي القصه اسمها لؤلؤه في السماء. ايه حكايه لؤلؤه في السماء؟ حكايه بنت اسمها سما. سما بنت شاطرة لطيفة مؤدبة، شاطرة جدا في المدرسة، لكن للأسف كان في 4 بنات دايما دايما زعلانين إن هي أشطر منهم وإن هي مؤدبة عنهم وإن هي بتجيب درجات كويسة ودايما المدرسة بتكرمها، يعني نشيطة جدا سما. ال4 بنات دول كانوا دايما دايما بيحاولوا يضايقوها وبيتنمروا عليها. إزاي بقى؟ كانوا بيعملوا إيه؟ تقعد سما في الفصل، بنت منهم تقعد وراها وهي منتبهة للمدرسة، تكتب وراها، تروح البنت دي شدة شعرها وفكة الضفيرة بتاعتها. المدرسة تبص تلاقي سما شعرها منكوش، تعمل إيه بقى المدرسة؟ تعمل إيه؟ تزعق لسما وتعاقبها. سما ما تقدرش تقول مين اللي عمل كده، هي عارفة مين اللي عمل كده، بس تخاف إنها تقول لحسن البنات دول يضحكوا عليها أو يقولوا إنها جبانة أو يعملوا أي تصرف زيادة يضايقها. كانت بتبقى دايماً متضايقة، ما بتحكيش لحد خالص اللي بيحصل لها، وده طبعاً غلط. لو تعرضنا لا قدر الله لأي نوع من أنواع التنمر ما نسكتش، لازم نقول ولازم نحذر اللي بينمرنا إنه لو عمل نفس التصرف ده تاني إحنا مش هنسكت. كرر التصرف ده لازم نقول، نقول أقرب الناس لينا، نقول لماما لبابا، لو كان ده في المدرسة لازم نقول للمدرسين، لو كان في النادي في أي مكان ما نسكتش، لأن سكوتنا ده بيخلي اللي بيتنمر علينا يعمل إيه؟ تاني. يعمل تاني وتالت ورابع، صح كده؟ صح. سما بقى كانت للأسف ما بتقولش، تفضل ساكتة. ليه؟ يوم ورا بتخاف منهم، يوم ورا يوم بدأوا يعملوا حاجات أكتر. مرة سما وهي راجعة من المدرسة لقيت الشنطة تقيلة قوي. إيه في إيه في الشنطة؟ مالها تقيلة كده؟ تصوروا سما راحت البيت فتحت الشنطة طلعت الكتب والكراريس، تلاقي في وسطها إيه؟ بصوا، طوبة. حط لها طوب في شنطة المدرسة عشان تبقى ماشية وهي ظهرها وجعها وتعبانة. شفتوا الأذية توصل لإيه؟ هل سما بقى راحت قالت لهم حاجة؟ أبداً. اشتكت للمدرسين؟ لا. ولا حتى لباباها ومامتها؟ ده تصرف صح؟ لا. إن حتى باباها ومامتها ما بتقول لهمش أي تصرف بيضايقها من البنات دي، تسكت وتقفل أوضتها وتعيط. ده هو حل المشكلة؟ لا. ان احنا نسكت ونقفل الاوضه علينا ونعيط؟ لا. وماما تقول تعالي اتغدي نقول لا ملناش نفس؟ لا. تعالي تعشي لا ملناش نفس؟ لا. هو احنا لما ما ناكلش المشكله هتتحل؟ لا. مين بقى فيكم لما بيزعل يقول مش هاكل ويغضب على الاكل؟ انا قله الاكل او انك تحكي معايا برضه. اه لا لا حبيبتي، لما تبقي زعلانه من حاجه قولي. اتفقنا؟ اتفقنا. شوف بقى سما عملت ايه. مرة تانية رجع من المدرسة لقيت كل الناس اللي في الشارع عاملين له إيه؟ سماء اللي بتعيط صيف شتا. إيه سماء اللي بتعيط صيف شتا؟ واحدة صاحبتها ساكنة معاها في العمارة جريت عليها وقالت لها استني استني يا سماء. راحت شايلة ورقة من على شنطة سماء، شنطة المدرسة سماء لبستها، واحدة منهم من غير ما سماء تاخد بالها راحت لزقلها الورقة على شنطة المدرسة اللي فيها كلمة إيه؟ سماء اللي بتمطر صيف شتا. شفتوا بقى وصلت الأذية لإيه؟ صاحبتها دي قالت لها إيه؟ قالت لها ما تسكتيش على اللي عمل كده، ولازم بكرة تروحي المدرسة وتكلميهم وتقولي لهم إن إنتي لو عملوا أي تصرف تاني إنتي مش هتسكتي. خدت شوية كده شجاعة سماء كده من كلام جارتها وقالت أنا فعلاً لازم أعمل كده. تاني يوم راحت المدرسة لقيت ال4 بنات واقفين، قربت عليهم لقيتهم بيضحكوا. قالت لهم لو عملتوا أي تصرف تاني ضايقني أنا مش هسكت. جدتي كانت دايماً تقول لي البادي أظلم. يعني إيه البادي أظلم؟ يعني اللي بيبدأ بالغلط يبقى هو الظالم. الأربعة قالوا لها إحنا أسفين ونوعدك مش هنكرر الغلط ده تاني، وبكرة هنثبت لك إن إحنا اتغيرنا وهنجيب لك هدية بسيطة يا رب تقبليها مننا. تفتكروا هما بيتكلموا جد ولا بيضحكوا عليها؟ بيضحكوا عليها. يعني تصدقهم ولا ما تصدقهمش؟ ما تصدقهمش. انتوا طلعتوا اشطر من سما. سما صدقتهم. وتاني يوم جم كلهم يسلموا عليها وكانت فرحانه ان هم اتغيروا، وقالوا لها يا سما احنا بنقدم لك هديه بسيطه تعبر عن حبنا ليكي.
الهدية اهي. تصوروا سما تفتح الهدية تلاقي فيها ايه؟ رمل مثلا؟ لقيت فيها رملة. ليه حطوا لها الرملة بقى؟ عشان ايه؟ عشان يضحكوا عليها. عشان تعيط أكتر. ليه؟ الرملة لما تدخل في عينينا يحصل لنا ايه؟ نعيط. توجعنا، ولما عينينا توجعنا بيحصل ايه؟ نعيط. يعني كمان عايزينها تعيط زيادة عن العياط اللي هي بتعيطه طبيعي. شفتوا شر أكتر من كده؟ لا. طبعا عينيها وجعتها، رجعت البيت وعينيها حمرة وعمالة تدمع تدمع. ماما ودتها للدكتور، والدكتور قال لها إن عندها حساسية في عينيها ولازم ترتاح في البيت 4 أيام، يعني ما تروحش المدرسة وما تخرجش عشان الشمس ما تأذيش عينيها. فضلت سما قافلة على نفسها، مش عايزة تكلم حد، وما قالتش لمامتها إيه السبب اللي خلى عينيها توجعها كده. حصل إيه بقى؟ في الأربع أيام دول جه يوم عيد ميلاد سما. تفتكروا سما هتحتفل بعيد ميلادها؟ لا. السنة دي هتحتفل بعيد ميلادها؟ لا. فعلا مامتها قالت لها احلى حاجه بقى ان عيد ميلادك جه في الايام اللي انت واخده فيها اجازه عشان نستعد ونجيب بقى كل حاجات عيد الميلاد وتعزمي اصحابك. مامتها ما تعرفش. سما قالت لها انا مش هعمل عيد ميلادي السنه دي يا ماما. ليه يا سما؟ قالت لها عشان انا تعبانه. قالت لها هتخفي وتبقي كويسه ادام بتاخدي الدواء اللي الدكتور قال عليه. برضو سما مش عايزه تعمل عيد ميلادها، بس سما متعوده كل سنه جدتها كانت تعمل لها هديه جميله ويتقدمها لها في عيد ميلادها. وأجمل ما في الهدية إن جدتها اللي كانت بتعملها مرة تخيط لها فستان حلو، مرة تعمل لها برنيطة جميلة كده من التريكو أو من الخيوط الصوف الحلوة، مرة تعمل لها شنطة، دايماً تعمل لها هدية هي تعملها بإيديها. سما قالت لازم أكتب لجدتي جواب أقول لها فيه كل اللي حصل، لأنها ممكن تيجي عشان تحضر عيد الميلاد وتلاقيني مش عاملة عيد الميلاد. قالت سما لجدتها في الجواب كل اللي حصل من الأربع بنات، من أول البنت اللي شدت شعرها واللي حطت لها في الشنطة إيه؟ طوبة الحجر، واللي ادوها بعد كده الهدية إيه؟ الرملة. جدتها فعلاً قرت الجواب وقررت إنها تبعت لسما هدية مختلفة عن الهدية اللي بتعملها لها كل سنة. يوم عيد ميلاد سما الصبح لقيت فيه هدية جميلة جداً جاية لها ومعاها جواب. فتحت سما العلبة ولقت جدتها جايبة لها عقد جميل، بس عقد مش أي عقد، عقد فيه محارة اللي هي زي الصدفة ونازل منها لؤلؤة. لؤلؤة لؤلؤة. جدة سما قالت لها أنت عارفة العقد اللي أنا جبتهولك ده يا سما له حكاية عايزة أحكيها لك. العقد الجميل ده مش مجرد عقد وبس، العقد ده فيه المحارة اللي هي دي وفيه حبة اللؤلؤ. ازاي بقى اللؤلؤ ده بيتكون؟ المحارة اللي بتبقى في قاع البحر، عارفين البحر لما بننزل البحر بنلاقي تحت فيه ايه؟ رملة. المحارة دي لما بتخشها ذرات الرملة، يعني بتدخل فيها بعض حبات الرمل، بتفرز سائل. السائل ده بالظبط زي الدموع اللي بتنزل من عينينا. يفضل السائل ده يتجمع وفي الآخر يكون لنا ايه؟ حبة اللولي اللي احنا بنلبسها ونبقى فرحانين بيها. يعني الدموع مش دايما حاجة وحشة. فأنا عايزاكي يا سما ما تخجليش من دموعك، يعني ما تكسفيش من دموعك. وفي الآخر جدتها قالت لها بيقولوا عليكي سماء اللي بتمطر صيف شتاء، أنا عايزة أقولك إن أنتي سماء المشرقة صيف شتاء. قرت سماء الجواب والحقيقة حست إنها مرتاحة ولبست العقد. أول ما لبست العقد حست إن إدها قوة، حست إنها مبسوطة. تاني يوم راحت المدرسة لقت المدرسة عاملة إعلان إنه هيعملوا يوم خيري. يعني إيه يوم خيري؟ يعني الولاد اللي في المدرسة البنات هيعملوا مشغولات هم بإيديهم أو لوحات، وهيعملوا معرض يبيعوا فيه الحاجات دي، والفلوس اللي هياخدوها هيتبرعوا بيها لمستشفيات الأطفال. عملت إيه سما تفتكروا؟ بعد العقد. لا، العقد ده هدية جدتها، وإحنا لما حد يجيب لنا هدية رسمت رسمت على إيه؟ مكتوبة. سما لما كانوا بيضايقوها ويحطوا لها طوب في الشنطه كانت مش بترميه، كانت بتحتفظ بيه. طلعت الطوب اللي في الشنطه وطلعت الالوان وقعدت ترسم اشكال حيوانات وطيور على الطوب. مش بس كده، اخذت كيس الرمله، احنا عارفين ساعات بنشوف حاطين رمل في ازايز كده متلون، جابت ازازه فاضيه وبدات تحط الرمل وتلونه وتعمل بيه اشكال حلوه في الازايز. ويوم المعرض الخيري عرضت سما الطوب الملون وعرضت الأزايز، وكل كان معجب بيها
ويقولوا لها معقولة يا سما أنت اللي رسمتي الحاجات دي؟ قلت لهم آه أنا اللي رسمتها. كل المشغولات اللي سما عملتها اتباعت على طول وجابت أكتر فلوس في المعرض الحاجات اللي عملتها سما. المدرسة قررت إنها تحتفل بسما وتديها شهادة تقدير عشان هي ساهمت إنها تعالج الأطفال المرضى بالحاجات اللي هي عملتها. لما استلمت سما شهادة التقدير تفتكروا كان شعورها إيه بقى؟ فرحانة. وكمان ده ادها إيه بقى؟ قوة. ادها قوة. طلبت الكلمة وقالت ممكن أقول كلمة؟ مديرة المدرسة قالت لها تفضل يا سما قولي. قالت لها أنا عايزة أحكي على حاجة ما حكيتهاش أبدا. الأربع بنات عملوا إيه بقى؟ استخبوا لأنهم عرفوا إن سما هتقول كل حاجة كانوا بيعملوها. حكت سما كل حاجة حصلت لها من الأربع بنات. وقتها كل اللي في المدرسة كانوا طبعاً متضايقين منهم، والمديرة قررت إنها تعاقبهم. سما قالت من النهاردة أنا مش هسكت على أي حد يضايقني، وعايزة أقول لكل بنت طالبة في المدرسة لازم تواجه التنمر. إيه رأيكم بقى في القصة بتاعتنا النهاردة؟ حلوة. إيه أكتر حاجة عجبتنا في القصة؟ جدتها بعتت لها العقد. فكرة الهدية نفسها يا أولاد، الهدية ليها أشكال كتير، بس في هدايا بتأثر فينا أكتر. يعني جدتها كان ممكن تعملها أي حاجة، لكن جدتها فكرت إزاي توصل لسما الرسالة اللي عايزة توصلها بحاجة بسيطة. يعني إيه الرسالة؟ إنها عايزة تقول لها إن الدموع مش حاجة وحشة دايما، وإن ممكن الحاجة اللي تألمنا أو تضايقنا تبقى مصدر قوة لينا. دي الهدية، دي هدية ذكية، صح ولا غلط؟ صح. هدية خلتها تتعلم درس مهم وتتعلم كمان معلومة مهمة. إحنا كنا نعرف اللؤلؤ بيتكون إزاي؟ لا. حد فينا كان يعرف؟ لا. لكن أنتوا دلوقتي عرفتوا، وأصحابي اللي بيشوفوا رحلة سعيدة عرفوا إزاي اللؤلؤ بيتكون، وبعد كده المعلومة دي مش هينسوها، وكل ما هيشوفوا حبة لؤلؤ هيفتكروها، صح؟ صح. أنا بتمنى أن قصتنا اللؤلؤة في السماء النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكاية ماما سماح في برنامجنا رحلة سعيدة.